أحبائي تلاميذ وتلميذات الصف الأول الابتدائي، اليوم سوف نعرض معا قصة فكر أولا. هيا معا لنقرأ القصة. كريم وريم أخ وأخت. وريم هي الأكبر سنا، كريم طفل صغير ومندفع، لكنه يحب ريم أخته ويحترم كلامها. ذات مرة دخلت ريم على كريم ووجدته قد قام بتلوين الطاولة. سألته: ما هذا يا كريم؟ هل ما فعلته سيسعد أمي؟ كم ستتعب في تنظيفه؟ فكر كريم في تأثير تصرفه على مشاعر أمه وقال: أنا أخطأت وأنا مسؤول عن تصرفي وسأنظف الطاولة. وفي يوم من الأيام كان كريم في مكتبة المدرسة يتصفح إحدى القصص بين يديه، لكنه كان يحدث ضوضاء عالية. نظرت إليه أمينة المكتبة وقالت: ما أثر الصوت العالي على زملائك بالمكتبة؟ فكر كريم في تأثير تصرفه على مشاعر زملائه وقال: متأسف، سأحافظ على الهدوء في المكتبة. عاد كريم إلى بيته وحكى لأخته عن موقف أضحكه كثيرا وقال: كان حسين ينزل على درج المدرسة فانزلقت قدمه ووقع مثل البطريق. قالت ريم: يا كريم، هل ضحكتك جعلت حسين يضحك؟ فكر كريم في تأثير تصرفه على مشاعر صديقه حسين وقال: ما رأيك يا ريم؟ سأصنع له بطاقة أعتذر فيها وأكتب له كلمات طيبة، فكما جعلت أفعالي تحزنه سأجعل كلماتي تسعده. قالت ريم: يا كريم، يجب أن تفكر في نتيجة تصرفاتك على من حولك، لا تتصرف قبل أن تفكر. إن وجدتها ستسعد غيرك فافعلها، وإن وجدتها ستغضبهم فلا تفعلها. وهذا يا أحبائي ما يجب علينا جميعا فعله، أن نفكر جيدا في نتيجة تصرفاتنا، فهناك تصرفات ستغضب من حولي إذا لا أفعلها، وهناك تصرفات ستسعد من حولي إذا أفعلها على الفور، فلا أهزأ من أصدقائي ولا أسخر منهم، فهذا سلوك غير صحيح. هيا معا لنناقش المعاني. ما معنى مندفع؟ متهور. الشخص المتهور هو الشخص الذي لا يفكر في تصرفاته. تأثير، نتيجة، مشاعر، أحاسيس، يتصفح، يقرأ، ضوضاء. الضوضاء هي الصوت العالي. انزلقت، تزحلقت، طيبة، حسنة وجميلة، تسعده، تفرحه. هناك في القصة وجدنا كلمة هي، وكلمة هي ضمير من ضمائر الغائب. ما هي ضمائر الغائب؟ لقد تحدثنا عنها من قبل. هي وهو. هو للمفرد المذكر وهي للمفرد المؤنث. هناك أيضا كلمات بها تنوين، وأنواع التنوين هو تنوين بالضم وتنوين بالفتح وتنوين بالكسر. طفل، صغير، مندفع، كلها كلمات بها تنوين بالضم. هذا اسم إشارة للمفرد المذكر. أسماء الإشارة هي: هذا للمفرد المذكر وهذه للمفردة المؤنثة. أنا ضمير متكلم، وضمائر المتكلم هي أنا ونحن. أنا للمفرد ونحن للجمع. كما أننا وجدنا في القصة حرفين من حروف الجر، على وفي. وما هي حروف الجر الثمانية؟ في ومن وإلى وعن وعلى والباء والكاف واللام. أحسنتم أحبائي. كما أن هناك أدوات استفهام وهي هل وكم وما، ولا ننسى أن نضع علامة الاستفهام في آخر السؤال. أحسنتم. من منكم يستطيع الإجابة معي على هذه الأسئلة؟ بما يتصف كريم
وصفاته أنه طفل صغير ومندفع. ماذا كان يفعل كريم عند دخول ريم؟ كان يلون الطاولة. ماذا قالت له ريم؟ سألته ريم: هل هذا سيسعد أمي؟ وماذا قال كريم لريم؟ قال: أنا أخطأت وأنا مسؤول عن تصرفي وسأنظف الطاولة. ماذا فعل كريم في المكتبة؟ كان يحدث ضوضاء وهو يتصفح إحدى القصص. وهناك يا أحبائي آداب للمكتبة عند القراءة: لابد أن أقرأ بصوت منخفض ولا أحدث ضوضاء حتى لا أشتت انتباه من حولي. وهذا ما قالته أمينة المكتبة لكريم. قالت له: ما أثر الصوت العالي على زملائك بالمكتبة؟ أثر هذا الصوت أنه سوف يشتت انتباههم. ماذا قال لها كريم؟ قال: أنا متأسف، سأحافظ على الهدوء في المكتبة، فلا بد للإنسان عندما يخطئ أن يعتذر. ماذا حكى كريم لريم؟ حكى أن حسين انزلقت قدمه على الدرج ووقع مثل البطريق وأخذ يضحك عليه. هل هذا تصرف جيد؟ عندما يقع أحد أصدقائي هل أسخر منه وأضحك عليه أم أساعده على النهوض؟ أحسنتم، لابد أن أساعده على النهوض. ماذا قالت له ريم؟ قالت: هل ضحكتك جعلت حسين يضحك؟ وهذا السؤال يعني أن حسين غضب غضبا شديدا عندما استهزأ منه كريم وحزن لذلك. ماذا قرر كريم؟ قرر أنه سيصنع بطاقة يعتذر فيها ويكتب بها كلمات طيبة تسعده. إذن عندما أشعر أنني أخطأت في حق صديق لي، فيجب علي أن أعتذر وأحاول أن أسعده. ماذا قالت ريم لكريم في النهاية؟ يجب أن تفكر في نتيجة تصرفاتك على من حولك، وهذا ما يجب علينا جميعا فعله يا أحبائي. لابد أن نفكر جيدا في تصرفاتنا ونتائجها، هل هي ستسعد من حولنا أم ستحزنه؟ والآن سوف ننتقل إلى حل تدريبات الكتاب المدرسي. القصة المشتركة. فكر أولا. استمع إلى القصة من معلمك وقد استمعنا إليها، ثم حاول تلوين أربع مربعات متجاورة. الآن سوف أقول أربعة كلمات لكم في هذه المربعات، ومطلوب منك أن تلون هذه الكلمات. مستعدين؟ الكلمة الأولى كلمة أيضا. أين هي كلمة أيضا؟ أحسنتم، إنها هنا. الكلمة التي تليها هو. أحسنتم. الكلمة الأخرى هذه. وأخيرا كلمة أمي. إذن سنلون الأربع مربعات أيضا، وهو وهذه وأمي. أحسنتم. النشاط الثاني. فكر في التصرف ونتيجته، والآن سوف نفكر سويا. في الصورة الأولى، ماذا فعل هذا الولد؟ نعم، إنه كان يلعب الكرة في المنزل وكسر شيئا في المنزل. وما نتيجة هذا التصرف؟ نتيجة هذا التصرف حزنت الأم، ولكن هذا الولد فعل شيء جيد. ما هو هذا الشيء؟ أنه لم يهزم وأخبر أمه الحقيقة. فرغم أنها حزنت لكسر هذا الشيء في المنزل، إلا أنها كانت سعيدة لأنه لا يهزم. في الصورة الثانية، نعم، إنهم صديقين يبتسمان، بينهما علاقة صداقة جميلة وطيبة. وهنا نتعلم من هذا التصرف أن الإنسان لابد عندما يلعب مع أصدقائه أن يقول لهم الكلام الطيب الحسن الذي يجعل علاقته بهم جيدة، ونتيجة هذا التصرف سوف يحبه زملائه. هذه الفتاة ماذا تفعل؟ إنها تفعل تصرف مزعج داخل الفصل، وتشتت انتباه زملائها وتغضب معلمها.
ونتيجة هذا التصرف أنها سوف تتأخر في دروسها وتضيع أيضا وقتها. في هذه الصورة ماذا نجد؟ أب وأم وابنتهما وهما سعداء بهما. لماذا يسعد الأب والأم بابنتهما؟ لأنها شاركت في مسابقة الرسم وفازت بالجائزة، لذلك هم فخورين وسعداء بها، وهذا نتيجة تصرفها. ومن هذا الدرس والقصة الجميلة نتعلم أن نفكر جيدا في نتائج تصرفاتنا. وإلى هنا تنتهي قصتنا المشتركة، وأراكم في فيديو آخر إن شاء الله يا أحبائي.